ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ هنكمل مع بعض في حل صفحة 106، سؤال رقم 4، الدرس الأول، الوحدة الثانية، علوم الصف الثاني الإعدادي، الترم الثاني. يلا، مقدمة طويلة عريضة اهي، يلا نبدأ مع بعض. السؤال رقم 4، يلا يا شباب اختار الإجابة الصحيحة من ما بين الإجابات المعطاة. سؤال رقم 4، 1 بيقول لي الموجة الصوتية التي تقطع 3400 متر في 10 ثانية وترددها 170 هرتز يكون طولها الموجي كام متر؟ مبدئيا ده اسمه قانون ايه؟ شطور، قانون السرعه. كان قانون السرعه بيقول لي التردد في الطول الموجي، وحكينا في الموضوع ده في الحلقات اللي فاتت، تقدر ترجع لها. انا مش حافظ ترتيب الحلقه اللي احنا عملناها، بس تقدر ترجع تسمع كل الحلقات وتعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتعمل شير لو الكلام ده عجبك، وتكتب لي في الكومنتات انك رجعت سمعت الفيديوهات دي لما تلاقي الفيديو يعني ان شاء الله. بس هتلاقيهم يعني ما كملناش من 3 فيديوهات او 4 فيديوهات يعني موجودين ورا بعض. لا صدق، لا كتير، تلاقي في فيديوهات كتير عدت على الموضوع ده. فاحنا عندنا في قانون السرعه انا حكيت واتكلمت عنه وقلت طريقه الايجاد وطريقه كل حاجه، فانا هعمل دي بسرعه. بيقول لي ايه؟ مسافه وزمن اهو، مسافه 3400 والزمن 10 ثانيه. طيب اقدر اجيب ايه من هنا؟ اجيب السرعه. طب السرعه بتساوي ايه؟ بتساوي مسافه على زمن. طيب لما السرعه بتساوي المسافه على الزمن، يبقى انا هقسم ايه على ايه؟ 3400 على 3400 دي على 10، هيطلع لي 340، لان الصفر هيترمى على الصفر، هيتفضل لي 340 على الواحد، هيتفضل في الاخر معايا 340. تمام، يبقى السرعه 340 بتساوي 170 في الطول الموجي. معنى كده ال 170 في الطول الموجي، وقلت لك اللي فيه حطه تحتيه، او اللي لازق فيه حطه تحتيه. اللي لازق فيه اهو 170 تحت مين؟ تحت 340، يبقى فيها الاثنين متر. رقم 2، تستطيع طبعا لو ما فهمتش الكلام ده ارجع اسمعها في حلقة القانون زي ما احنا متفقين مع بعض. اللي مش بيفهم حاجة من اللي فاتت بيجي يطلبها مني بعدين. طيب انت ما سمعتهاش اصلا، انا مش مطالب ان اشرحها لك لانك انت ما سمعتهاش اصلا، فانا هحكي في المحكي، ما انا منزلها كده كده وحاططها على يوتيوب كده كده، فانت كلف نفسك ودور عليها. يعني يا اسطى مش هاجي احطها لك يعني في بقك، الحاجة الوحيدة اللي بتتحط في البق. لا حاجات كتير يعني احنا مفيش نحددهم لك كلهم. رقم 2، تستطيع الاذن ان تميز بين الاصوات المختلفه اعتمادا على ايه؟ درجه الصوت، تمام، شده الصوت، ينفع نوع الصوت، ينفع جميع ما سبق. رقم 3، تتوقف درجه الصوت على ايه؟ درجه الصوت على طول بتعتمد على تردد. دي تردد؟ اه. يلا شكرا. اللي بعده، ما فيش جميع ما سبق او الف وباء او الكلام ده، اخترت واحده. بص على التانيين بصه سريعه كده، طيب فيه اتاكد من التانيين تأكيدا بقى. رقم 4، بيقول لي الصوت الصادر عن اهتزاز وتر طوله 20 سنتي يكون نقط من الصوت الصادر عن اهتزاز وتر طوله 80 سنتي. الجزء المهتز فين أطول؟ الجزء المهتز ده اللي أطول، ده 80 سنتي. يبقى ال 80 سنتي أول ما أسمع على طول كلمة إن الوتر ده أطول من الوتر التاني يبقى هو أغلظ. طيب لو هو أقل يبقى على طول أرفع. على طول لو الوتر طوله أقل من طول الوتر التاني يبقى هيكون صوت رفيع. تمام. رقم 5، إذا كان عدد أسنان أحد تروس عجلة سفر 75 سنا وهيدور 120 دورة في نصف دقيقة، فإن تردد النغمة الصادرة يساوي كام هرتز؟ أنا قلت لك القانون بيساوي إيه؟ التردد اللي أنا عايزه في الزمن بيساوي مين؟ بيساوي عدد الأسنان في عدد الدورة. تمام، معنى كده إن عدد الأسنان 75 سنا في عدد الدورات اللي هي 120 دورة، تمام، اللي عندي دلوقتي بتساوي مين؟ بتساوي التردد اللي أنا عايزه في نصف دقيقة اللي هي 30 ثانية. تمام، أقدر أجيب التردد؟ أقدر أجيب التردد بإيه؟ بإن أنا 75 في 120 على ال 30 هيطلع لي كام؟ هيطلع لي 300. طب رقم 6، إذا كان عدد أسنان أحد تروس عجلة سفر 30 سن وتردد الوسط الناشئ عنه 450 هرتز، فإنها تستغرق في عمل 150 دورة كاملة زمنا قدره كام؟ عشان أجيب الزمن بعمل إيه؟ أضرب عدد الأسنان، ده قانون ثابت، قانون ثابت أنا قايله في الحلقة اللي قبل اللي فات، قايل لك إيه؟ هكتبها لك هنا أهو، عدد الأسنان في عدد الدورات يساوي تردد في الزمن. القانون ده في وشك على طول، عوض بكل القيم المتاحه عندك. كام سن؟ 30، اكتب هنا 30. في كام عدد الدورات؟ 150. تردد 450. هات الزمن اللي لازق فيه حطه تحتيه، هتروح عامل شرطه كسر هنا واخد الرقم ده اسمه، تمام، حطه في المقام هنا
هيطلع لك الزمن على طول، واحنا متفقين ومسستمين ومظبطين كل الخطوات اللي بالمنظر ده. انا قلت اعيدها لك تاني بس عشان خاطر ايه اللي بيتفزلك وناطط على الحلقات الثالثه والرابعه والخامسه وناسي الحلقات الاولى اصلا اللي هم اساس الدرس. رقم 7، بيقول لي الشك نقط يعبر عن علاقه بين درجه الصوت وتردده. انا عندي درجه الصوت بالنسبه للتردد علاقه طرديه، دي طردي؟ لا. دي طردي؟ لا. دي الاول علاقه عكسيه، ده مالها؟ متغيره الشدة متغير الاتجاه معانا. طب دي متغيرة شدة ومتغيرة سعة واتجاه برضو معانا. طيب دي طردي، ماشي ماشي، لازم تفهم العلاقات بس بالنسبة لك يعني دي عكسي ودي طردي وشكرا. بص عليهم هما الاتنين هتلاقي معظم الحاجات كده، ما عدا مثلا العكسي فيها حالات والحالات دي لها كيرف معين وهنبقى نشوف الكلام ده بعدين. رقم 8، صوت نقط منخفض الدرجة ومرتفع الشدة. منخفض الدرجة يعني غليظ، طب ومرتفع الشدة يعني غليظ برضو. المرأة صوتها غليظ؟ لا. سيبك، قلت لك سيبك من اللي انت بتشوفهم في حياتك اليوميه دي. ماشي، انطرهم بعيد، اعملهم يلا بعيد 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 عن حياتك خالص. ماشي. طب الاسد؟ يا سلام عليك. ماشي. المرأة والعصفور الاثنين نفس الصفات، الاسد عكسهم خالص، يعني خدت بالك بقى. رقم 9، يعبر مقياس ديسيبل عن ايه؟ مستوى الشده او الضوضاء اللي معاك. تمام، مستوى الشده هو مستوى الضوضاء. رقم 10، شده الصوت عند نقطه ما تتناسب عكسيا مع نقط، حيث فاء تعبر عن بعد النقطة عن مصدر الصوت. خد بالك بقى من الحتة الحلوة دي. طب القانون بيقول لك ايه؟ القانون بيقول لك شدة الصوت تساوي ايه؟ خد بالك من الفكرة دي، انا بأكد لك اهو، ما خدتش بالك، انا مش ملزوم ولا مطالب ولا هلوم نفسي عليها، انت اللي هتلوم نفسك. ماشي، واحدة واحدة. شدة الصوت قانونها بيقول لك ايه؟ شدة الصوت تساوي 1/فاء تربيع، اللي هو قانون التربيع العكسي. تمام، انا عندي شدة الصوت تناسبها ماله كده؟ شدة الصوت ده اهي تناسبها عكسي مع الفاء تربيع. طب لو قلت لك هنا تناسب طردي هيبقى التناسب الطردي مع 1/فاء تربيع كمقدار كام؟ تاني 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 عشان خاطر تاخد بالك. انا قلت لك يا اسطى شدة الصوت هنا قانونها ايه؟ عكسي مع الفاء تربيع. تمام تمام، عكسي مع الفاء تربيع. لو انا عملت طرفين في وسطين هتبقى المسافه تربيع في شده الصوت بتساوي 1. تمام تمام. طيب طب هي بتتناسب طرد، شده الصوت دي بتتناسب طرد مع مين؟ مع 1/فاء تربيع كمقدار كامل. زي ايه؟ زي طول الموجي. هقول لك حاجه ثانيه، هقول لك حاجه حلوه. الزمن الدوري بيساوي ايه؟ مقلوب التردد اللي هي 1/التردد. تمام تمام. الزمن الدوري يتناسب عكسيا مع مين؟ مع التردد. طب الزمن الدوري لو قلت لك ان هو بيتناسب طردي هتقول لي ايه؟ مع 1/التردد كمقدار كامل. ماشي، الحته دي مهمه ومحدش هيركز لك عليها خالص مالس بولس، محدش هيركز لك عليها خالص مالس بولس. يبقى انا عندي شده الصوت بتتناسب طردي مع مين؟ مع 1/فاء تربيع في قانون التربيع العكسي. طب بتتناسب عكسي مع مين؟ مع الفاء تربيع. تمام تمام، يبقى هنا هي تتناسب عكسيا مع مين كده؟ مع الفاء تربيع. ماشي يا اسطى، اوعى تنسى الكلام الحلو ده. رقم 11، اذا كانت شده الصوت عند نقطه ما 100 واط لكل متر تربيع وزادت المسافه بين مصدر الصوت والاذن الى الضعف، فان شده الصوت عند هذه النقطه تصبح كام؟ انا لسه قايل لك شده الصوت تتناسب ايه مع المسافه؟ المسافه اهي، شدة الصوت بتتناسب ايه مع المسافة؟ عكسي مع مربع المسافة. معنى كده ايه؟ ان المسافة اللي معاك دي مالها؟ زادت للضعف، يبقى على طول شدة الصوت هتنزل لايه؟ للربع، عشان الضعف تربيع يديك 4 امثال، فشدة الصوت كده هتنزل ليه؟ الربع. تمام تمام، ربع المية 25. رقم 12، اذا زادت المسافة بين مصدر الصوت والاذن من 5 متر ل10 متر فإن شدة الصوت تقل إلى إيه؟ إحنا لسه قايلينها فوق، لو المسافة زادت للضعف يبقى على طول شدة الصوت هتنزل ليه؟ إحنا بيقولنا بتتناسب عكسي مع المربع، يبقى على طول تقل للربع. رقم 13، يصدر عن العود نغمة إيه؟ مركبة، الآلات الموسيقية. رقم 14، تردد النغمة التوافقية إيه؟ تردد النغمة الأساسية. على طول التردد بتاع النغمة التوافقية أكبر من تردد النغمة الأساسية. رقم 15، تميز أذن الإنسان الصوت الذي تردده كام هرتز من الأصوات الحلوة اللي معنا دي؟ 5 أقل من 20 هرتز، ما تنفعش. 400
اكبر من 20 هرتز لكن اصغر من 20 كيلو هرتز، دي 30 كيلو هرتز اكبر من 20، ودي 50 كيلو هرتز عشان في 10 اس 3 بالكيلو. تمام. رقم 16، لا تسمع الاصوات المصاحبه لهبوب العواصف التي تسبق سقوط الامطار لان ترددها يكون اقل من كام؟ 20 هرتز دون سمعيه. تمام، لسه متكلمين عليها من شويه. رقم 17، اذا كان لدينا موجه فوق سمعيه وموجه سمعيه وموجه تحت السمعيه، سرعه كل منهما في الهواء على الترتيب عين واحد عين اتنين عين تلاتة. مبدئيا قبل ما ابص لاي حاجه، لدينا موجه فوق سمعيه وموجه سمعيه وموجه تحت السمعيه، يعني ثلاث موجات من انواع مختلفه، سرعه كل منهما فين؟ في الهواء، يعني وسط واحد. والوسط الواحد السرعات متساويه، ما تخليش حد يضحك عليك ولا يغفلوك، اصحى لا يغفلوك. رقم 18، يصدر الخفاش موجات ايه؟ على طول موجات سمعيه، وحكينا فيها في الفيديو اللي فات، ولما قلت لك الدولفين والخفاش وقعدنا نهزي ونحكي ونعمل ومحدش طلبها فانا ما بعتلوش الفيديو طبعا. رقم 19، تستخدم الموجات التي ترددها نقط لتفتيت حصوات الكلى والحالب دون اجراء عمليات جراحيه. على طول انا بستخدم ايه هنا؟ فوق سمعيه. طب الفوق سمعيه دي لازم تكون اكبر من 20 كيلو هرتز، اقل من 20 هرتز مستحيل، اكبر من 20 هرتز لا، 20 كيلو هرتز بالظبط لا، يبقى اكبر من 20 كيلو هرتز. تمام. سؤال رقم 5، اختر من ايه ما يناسب ايه من العمود بي، او اختر من بي ما يناسب العمود ايه. نفس الحاجه. رقم 1، شده الصوت. شده الصوت دي على طول بنقولها ايه؟ الصوت ده ماله، ضعيف ولا شديد؟ تمام. شدة الصوت كده هتبقى خاصية تميز بها الأذن بين اللي عند هنا الأربع جمل ثابتين، بين إيه وإيه بقى؟ الأصوات الموجات الصوتية والضوئية؟ لا. طيب خاصية تميز بها الأذن بين الأصوات الضعيفة والقوية؟ أيوة، الشدة ضعيفة وقوية فعلا. تمام. طيب رقم 2، درجة الصوت بنميز ما بينها وما بين إيه؟ بنميز بينها وما بين الحادة والغليظة. طيب هنا بقول إيه؟ خاصية تميز بها الأذن بين الأصوات متساوية الشدة والدرجة، دي على طول إيه؟ نوع الصوت، يبقى درجة الصوت هي ايه؟ الحادة والغليظة زي ما اتفق. تمام. سؤال رقم 2 في صفحة 109، سؤال رقم 2 فوق اهو، بيقول لي شدة الصوت اختر من بي ما يناسب ايه؟ شدة الصوت مالها؟ رقم 1 هنا ابدأ بقى اقرأ ده، تتناسب طرديا مع تردد مصدره. مين اللي بتتناسب طرديا مع تردد مصدره؟ قلنا نرجع لقانون السرعة، طول الموجة على طول بنقول سرعة انتشار الصوت، ادي اخترنا من غير ما نقراها اصلا، يعني اخترناها من غير ما نقراها، ليه؟ لان احنا لمحنا كلمة طرديا مع التردد. طيب نقرا رقم 2، بيقول لي تتناسب طرديا مع مربع سعة الاهتزاز مصدره، سعة الاهتزاز دي اللي ايه؟ اذا حل معايا، تمام، او المسافة اللي هتتقطع معايا، تمام، يبقى على طول شدة الصوت تنفع، تمام. رقم 2 هي كده اللي فاضلة، غلظة الصوت على طول مالها؟ بتتناسب عكسيا مع تردد مصدره، ودي اتكلمنا عنها كتير. والى اللقاء يا شباب، هنوقف الفيديو ده اللي عندي هنا عشان الفيديو كده بقى طويل قوي، فاحنا هناخد الحلقه الجايه ان شاء الله من بدايه سؤال رقم 6. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.